باقر الزبيدي وزير الداخلية العراقي الأسبق وعضو المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يدعو لتشكيل جيش عقائدي موالي لإيران يتكون من ميليشيات الحشد الشعبي يصل تعداده إلى 3 ملايين مقاتل. مهمة الجيش حسب الزبيدي مواجهة ما أسماها بقوى القادمة من خلف البحار، وهو المصطلح الذي يطلقه المسؤولون الإيرانيون على القوات الأمريكية. دعوة الزبيدي قوبلت بانتقادات داخل العراق ومطالبات بالكف عن دعوات التجيش والعسكرة التي لم تخلف سوى ملايين الأرامل واليتامى. الزبيدي تولى منصب وزير الداخلية في حقبة اقتتال الطائفي في العراق بين عامي 2005 و2006، واتهمته منظمات حقوقية بمسؤولية عن مقتل الآلاف من العراقيين السنة في حملة تطهير طائفي غير مسبوقة عرفت فيما بعد بحقبة فرق الموت.